Mikko, kan man med om det tjester mig طريقة وتأسيس الشوارع في المملكة المتحدة الإنجليزية. طبعا هما بيأسسوا الشوارع الأول، طبعا المجاري الأول زي ما انتوا شايفين، بيأسسوا المجاري تحت الأرض ويحطوا العلامات زي ما انتوا شايفين. دي المناطق الجديدة. بعد كده بيحطوا الطبقة الأسفلتية الأول زي ما انتوا شايفين مع المستوى بتاع الرصيف، وبعد كده الرمل، وبعد كده الحجارة زي ما انتوا شايفين، عاشق ومعشوق. ودي الطريقة الأساسية للشوارع المجاري. طبعا أهم حاجة الحديد، طبعا عشان لما بيحطوا المجاري يقدروا يرجعوا تاني لو حاجة حصلت، سد أو أي مشكلة في الطريق. وهنا بيستعملوا الحجارة الأسمنتية عشان الحجر يمسك والرملة مع بعض في المستقبل زي ما انتوا شايفين. ودي طريقة الشوارع هنا في المملكة المتحدة الإنجليزية.